السلام عليكم، صباح الخير. يوم جديد وإطلالة سريعة، وأتمنى أنها تكون مفيدة. الحقيقة مثل هذه الفيديوهات لا تهم الكثير، فنوعية معينة من متابعيني في حساباتي في التواصل الاجتماعي هم اللي يطلبوها. فإذا كنت من الناس اللي يحب سناب شات والفيديوهات القصيرة أبو 10 ثواني، هذا مش فيديو، ما هو لك. طيب، اليوم حبيت أعطيكم موضوع هو ما يغيب عن بال أي مهني، سواء كان مهندس، طبيب، فني، أيا كان تخصصك في أي مجال، اللي هو بحاجة نسميها إحنا أو يسموها حقيقة يعني مختصين في الموارد البشرية أو التطوير، اللي هي البيرسونال براندينج، اللي هو التسويق الذاتي، لو حبينا نترجمه يعني بشكل يعني مفهوم. بيرسونال براندينج يعني كيف تصير انت براند، كيف تصير انت ماركة، يعني هذه ترجمتها لو حبيته. لكن فين وايش الهدف وليش؟ هذا حقيقة هو اللي بتكلم عنه باختصار هنا. لكن اللي حاب يسمع كلام مطول عن هذا الكلام أو عن هذا الموضوع حيكون إن شاء الله بكرة يوم الجمعة 2 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت الرياض، حيكون في عندي جلسة مباشرة بالتعاون مع عدد من الجامعات العراقية. جتني دعوة أني أقدم جلسة عن التسويق الذاتي للمهنيين، فإن شاء الله أنا وضعت حساب في حساباتي في التواصل الاجتماعي، أظن موجودة في التليجرام الرابط، تحبوا تدخلوا على التليجرام تضغط على الرابط حتروح للجلسة، وهي حتفتح في موعدها إن شاء الله اللي هو بكرة الجمعة إن شاء الله الساعة 9 مساء. جلسة حتكون خفيفة إن شاء الله ساعة، حنتكلم فيها عن التسويق الذاتي أو البيرسونال براندينج للمهنيين. لما نقول براند، أول ما يتبادر في ذهنك هو الماركة التجارية أو اللي هو البراندات هذه، لما حق المنتجات، هي طبعا هذا الكلام لما يكون نقصد فيه منتج أو سلعة. لكن البراند عندنا اليوم هو أنت كفني، أنت كمهندس، أنت كطبيب، كيف تكون علامة مشهورة أو على الأقل يعرفها الناس اللي أنت تتمنى أنهم يعرفوها لأهداف. إيش هذه الأهداف؟ قد يكون هذه الأهداف هو الحصول على وظيفة، قد يكون أحد الأهداف هو عمل تجاري، أنك تنسق معهم عمل تجاري أو بزنس، قد يكون هذا الهدف هو أنك تتدرب عندهم، قد يكون من الأهداف هو أنك أيضا تتعاون معهم وتفيدهم ويفيدونك، وين استراتيجي. فهذه الفكرة أو ليش إحنا نسوي تسويق ذاتي لأنفسنا. أما كيف، فهذه إن شاء الله راح نشرحها بتفاصيلها في الجلسة غدا. لكن إحدى الطرق هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. والحقيقة أنه الآن صار السوشيال ميديا هو العالم الاجتماعي اللي قاعد يبني عليه العالم نفسه بما فيهم إحنا المهنيين. فكيف تلفت الانتباه في التواصل الاجتماعي لمهاراتك؟ هذا هو الكلام اللي أنا أقصده، هذا كيف أنت تعمل نفسك كبراند بحيث أن الناس أو الجهات التي أنت تبغاها تنتبه لك راح تنتبه لك. كيف؟ إن شاء الله راح نتكلم عنه في الجلسة. لكن بعطيكم أحدى الأفكار. من أحدى الأفكار هو استغلالك لحسابك في لينكد إن، وسبق وتكلمت عنه وضعت فيديوهات كثيرة في هذا المجال. لكن من الأفكار هو إنك تكتب دائما في محتوى له علاقة بتخصصك الذي تريد أن تعرف من خلاله. هذه من الأشياء اللي أنت يجب أنك تلتزم فيها عند كتابة المحتوى.
أو مشاركة محتوى يشبهك، بمعنى أنه يشبه الأشياء اللي أنت تهتم فيها، أو عند التعليق على المواضيع تحاول تختار المواضيع اللي أنت يجب أنها تظهرك كمتخصص في مجال معين. فهذه الأشياء كلها تبني سيرتك الاجتماعية. لما نقول سيرة اجتماعية نقصد سيرتك الذاتية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. وجدوا في دراسات، إن شاء الله راح نذكرها بالتفصيل وبالدقة وبالأرقام، وجدوا إنه التواصل الاجتماعي أو السيرة الذاتية الاجتماعية هي اللي أصبحت تبيع الموظفين أو تسوق الموظفين، بمعنى وصول الموظفين. جهات التوظيف أصبحت تعتمد اعتماد كبير على استقطاب الموهوبين أو أصحاب المهارات من خلال السيرة الذاتية الاجتماعية، أي من السيرة الذاتية من خلال حساباتك في التواصل الاجتماعي. هذه الأفكار إن شاء الله وأكثر راح أتكلم عنها في الجلسة، فاللي حاب ومهتم أيضا بحاول أحط الرابط تحت هذا الفيديو، رابط الجلسة، لكن هو ما حيفتح إلا في موعده إن شاء الله غدا الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 9 مساء أو قبلها بقليل. أشكر حقيقة المنظمين في جامعة أو كلية العمارة في بغداد وفي جامعة البصرة وأندية جوجل في هذه الجامعات والمنظمين عليها، لأنهم تقريبا من أكثر من 4 أو 5 شهور هم ينظمون أو ننسق لهذه الجلسة، وطلبت منهم أن تكون هذه الجلسة عامة ما تكون فقط للأندية، فقالوا العكس هذا هو اللي احنا نهدف له. فلذلك أنا حبيت أني أدعوكم متابعيني أنكم تستفيدوا معنا في الجلسة وتثروا الجلسة إن شاء الله بالمناقشة والأسئلة اللي تقدروا تطرحوها. طبعا شكرا لكم، صباح الخير.